جدعانة للكلام ده كله يعني هما الناس كلها احنا بعد ازمه كورونا طبعا اللي حصلت نقلنا اضطرينا ننقل الحيوانات بتاعتنا كلها في البورك على طريق مصر اسكندريه الصحراوي تبعد عن القاهره حوالي او الجيزه 60 كيلو عشان يعيشوا حياتهم الطبيعيه برضو اللي بيرجعوا لها كل شهر شهرين على حسب لما بيبقوا في اجازه ينزلوا الميه الجناين مساحات كبيره طبعا الارض او الكيجات على مساحات كبيره عشان يعيشوا برضو حياتهم الاجتماعيه مع بعض ده بيجدد لهم نشاطهم عامه يعني فكرت فكرة اللي انا عندي جومانا دي انثى الاسد عندها 4 سنين ونص كبيرة بتعمل العرض معايا في السيرك وشاطرة جدا ما شاء الله ففكرت اللي انا اجيبها البيت واعمل العرض او جزء من العرض بتاعها هو جزء في البيت عندي عشان اسلي الناس واسليها برضو واسلي نفسي بناخد سنة في التدريب عشان أكون بروفيشنال في التدريب لازم أخد سنة ولازم يكون في أسس عشان أقدر مثلا لو الأسد هجم عليا أنا هتصرف إزاي جوه في العرض لو الأسد مثلا موده مش كويس طب أنا أتعامل معاه إزاي انا بعمل لها كده في القفص اللي بتفضل قاعد وافضل اعمل لها جيجو الصعوبات اللي ممكن تواجهني بس ممكن تكون حاجه بسيطه جدا عشان انقل اي حيوان من مكان لمكان مثلا الحر لو في الصيف الكلام ده كله طبعا قاعده لازم دي الاستاذه في العربيه لازم التكييف شغال عشان برضو احافظ على نفسها احافظ على درجه حرارتها هات المناديل اللي انا بتاعي طب خد مناديل لا خلاص الو اديني دقيقه واكلمك يا جمال الحلو الحلو في نفس الوقت